عليا؟ أمي؟ أنتِ لسه ما نمتي؟ استنيتك لترجعي. أهلين وسهلين، هاتي بوسة. شو انبسطتي؟ كثير. شوفي، صاير شي مو منيح؟ لا حبيبتي، بالعكس صار شي منيح. عادي لشوف. أمي احكي لي لشوف شو صاير. رح أسألك سؤال. في هذا الشاب اللي اسمه سراج، اللي حكيتي لي عنه إنه شاب حليوة وابن عالم وناس ودمه خفيف كتير، شو صار فيه؟ شو رح يصير يعني؟ ما تحمل يشوف الحراسة كل الوقت ونفد بجلده. طبيعي ما رح يكون متعود على هيك شي. شو الموضوع عمي؟ ليكي بنتي، اليوم إجا عمك فؤاد لعنا. ايه؟ هو جاي لحتى يحكي بموضوع زواجك انت وبراق. شو؟ امي بلا هالحكي الفاضي. امي انت عم تحكي عن جد؟ امي انت شو عم بتقولي؟ مين بده يتزوج؟ لا وبراق العريس؟ ليكي بنتي، بدك تحسبي حساب علاقات ابوكي وشغله بالقصة، ورح تضطري إنه تتخذي قرارك على هالأساس. طيب والحب؟ الناس بالعادة مو بيتزوجوا كرمال الحب؟ وأنا مو لازم انغرم بالزلمة اللي رح أتزوج أنا وياه؟ ولا شو مشان؟ الحب؟ الحب بالنسبة للي بوضعنا بيجيب المصايب والبلا. ما علينا، أنا وأبوكي فكرنا وقررنا إنه لمصلحة الكل يتم هالزواج. أنت فكري بالموضوع. لا أمي ما بدي هذا الموضوع كله، ما بدي إياه. أصلاً براق عشقان بنت خالتي خالدة، عشقانة لدرجة الهواس، ورح يعمل كل شي بيقدر عليه لحتى يتزوجها. فؤاد هو اللي رح يحكي معه ويقنعه. أمي أنت مصدقة إنه أنا ممكن وافق على براق وأتزوجه؟ تعي قعدي شوي، تعي شوي، عادي. اسمعيني، بمجتمعنا الرجال بيعيشوا أقل من الستات بالعموم، حتى قسم منهم بيعز شبابهم بيموتوا هيك فجأة. أمي أنت شو اللي بدك تقولي؟ بدك يعني اتزوج براق وبعدين؟ اهدي شوي روقي. انتي فكري بالموضوع، نحنا لهلأ ما أخذنا قرارنا، بس فكري منيح باللي قلته. ممكن؟